تتواصل في العاصمة السعودية أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة دولية واسعة، وذلك بهدف مناقشة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، وكذلك تأثيرات الحرب المستمرة في غزة وانعكاساتها على المنطقة. On certain issues, but still there is fundamental issues that there must be a sort of compromise. الاستدامة العالمية والذكاء الاصطناعي من أبرز النقاط التي يركز عليها المنتدى، واستهلت فعاليات اليوم الثاني بجلسة مفتوحة تحت عنوان فك الشفرات للمدن الأكثر ذكاء، والتي تناقش توقعات وصول الاستثمار في تقنيات المدن الذكية إلى 327 مليار دولار بحلول عام 2025، وإمكانية تحويل الاقتصادات وتحسين الحياة الحضرية من خلال إنشاء شبكات نقل حضرية ذكية ودعم احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع.